مرحبا جميعا. السيد الرئيس، الزميلات والزملاء، بدي أكد على كلام الزميلين ملحم خلف وفراس حمدان، واجبنا الدستوري اليوم نكون عم ننتخب رئيس جمهورية. لا ننطر خارج ولا غير خارج، واجبنا نحن كنواب ممثلين للشعب نبقى هون ننتخب رئيس. هي المرة الأولى التي ينعقد فيها المجلس النيابي في جلسة ذات طابع رقابي إن صح التعبير منذ بدء ولايته التي انقضى نصفها. لم تكن هذه الجلسة لتنعقد لولا طلب رئيس الحكومة، في حين أن حقنا كنواب بطلب عقد جلسات مشابهة مغيب ومعطل. نستذكر الطلب المقدم من 12 نائباً في شهر تشرين الأول 22 لعقد جلسة طارئة من أجل مناقشة موضوع ترسيم الحدود البحرية الذي لم يلقى أي استجابة. فأين نحن من أحكام المادة 137 من النظام الداخلي التي تتيح لعشرة نواب أسوة بالحكومة حق طلب عقد جلسة لمناقشة الحكومة بالسياسات العامة؟ الأهم، أين نحن من تطبيق المادة 136 التي توجب بعد كل ثلاث جلسات عمل على الأكثر تخصيص جلسة للأسئلة والأجوبة والاستجوابات أو للمناقشة العامة مسبوقة ببيان من الحكومة؟ ما حدا يقول إنه هذه الحكومة مستقيلة لتبرير تملصها من رقابة هذا المجلس. هذه الحكومة ما زالت تمارس صلاحياتها كحكومة فعلية، وقد ابتعدت جدا عن مفهوم تصريف الأعمال الذي أراده الدستور، وهو الأمر الذي لا يجيز لهذا المجلس أن يستقيل من مهامه الرقابية. على كل حال الكلام يطول بذلك، بس بتمنى تاخذ بعين الاعتبار دولة الرئيس أنه المجلس ما عم بيقوم بأي من واجباته، خاصة الرقابية. إذا اتجهت السيول إلى بيتك عليك بالعمل لإغلاقه أو تغيير وجهة السيل حماية للبيت وأهله، لكن يبدو أن هنالك من يريد أن يغير وجهة البيت حفاظاً على السيل. وما أدراكم من وما خلف السيل وما بعده، وما هي الفدية المطلوبة مقابل عذابات اللبنانيين والسوريين؟ لأن بلعبة الأمم الأبرياء هن اللي بيدفعوا الثمن دائماً. الوجود السوري، وما حقول النزوح لأن النزوح بيكون ضمن الدولة الواحدة، وما بدنا نستعمل كلمة لجوء فصرنا عم نلعب على الكلام. رح أقول ما بدنا نقول كلمة لجوء، منعرف كلنا ليه. رح أقول الوجود السوري هو سيل لم ولن يتوقف ما لم نعالج مجراه أولا، وكلنا يعرف بيت الداء ومساره. إنها الحدود التي يراد لها أن تبقى مشرعة، لأن المطلوب أن يبقى لبنان ساحة مستباحة وبيت ليس بمنازل كثيرة كما وصفه كمال الصليبي، بل بيت بمنازل، بل بيت بمداخل عديدة وفالتة من عقالها. كلنا نسمع جعجعة الذين صبوا الزيت على نار سوريا يشتكون من هذا الوجود، وأرى العجب العجاب حين أسمع أن من استباح عسكرياً قرى السوريين ومدنهم وأرضهم يشكو ثقل لجوئهم الآن إلى لبنان. طيب، فلنتناسى تلك الحقبة لنصرخ مع الصارخين: نريد عودة سريعة سريعة منظمة ولائقة لكل السوريين، ونكرر عودة تراعي كل الشروط الإنسانية وعلى رأسها حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان اللبناني الذي أصبح نازحاً في بلده، غريباً في أرضه، وقد صار رأس أحلامه أن يصير شريداً في بلاد الله الواسعة. لا يعالج وجود أكثر من مليوني سوري إلا بمعالجة أصل الأزمة، أي الحدود السائبة التي يراد لها أن تتفلت من كل قيد لتنقل المقاتلين وشتى أنواع الأسلحة ذهاباً وإياباً، ناهيك عن تهريب كل أنواع السلع بما فيها تلك المصنفة غير مشروعة أو محرمة. وبعد هذا السيبان الحدود المقنن المنظم المضبوط على إيقاع ساعة قوى الأمر الواقع ورعاته الإقليميين والدوليين، بعد كل ذلك يأتي من يطرح إشكالية محاورة النظام السوري وكأنه لا يوجد أصلاً تنسيق مستمر وحلفاء أقوياء لسوريا، سوريا النظام، سوريا الأسد طبعاً، وساعدوا هذا النظام لكي يبقى.
أطاب اليوم في يدهم قبل الآخرين لينتزعوا أي إجراء يبشر بإرادة سورية لعودتهم. ما يجري على أرض الواقع هو غير ذلك، فالنظام يضع عراقيل قانونية أمام هذه العودة. ونستشف من كلام بعض هالحلفاء كأن الثمن المطلوب هو الضغط لرفع العقوبات عن سوريا ووقف مفاعيل قانون أيسر. طيب عظيم، ولكن هل لبنان يستطيع القيام بذلك؟ هل تتحمل الساحة اللبنانية بعد أن تكون هي الساحة لكي يتم الضغط فيها على العالم كله؟ كلام واضح، يستخدم ورقة أو يستخدم ورقة النزوح فزاعة لأوروبا والمجتمع الدولي، وهن فزاعة علينا كمان بنفس الوقت. هنالك إصرار على إبقاء لبنان صندوق بريد لا عنوان له، ليسهل تحويله من دولة فاشلة إلى دولة مارقة خارج كل أطر الشرعية. ولا ينبغي للبنان أن يكون كذلك، دولة تعتمد الابتزاز والبلطجة لحل أزماتها ومشاكل سواها، بعدما كانت دولة في طليعة المساهمين في صياغة الشرعات الدولية والملتزمين بالقانون الدولي ومواثيقه وفقاً لمقدمة دستورنا. نحن مجدداً أمام حالة من التكاذب فيما يخص هذا الملف، تماماً ككل الملفات الحساسة في بلدنا. لا فتح البحر هو خيار حقيقي أمامنا للأسف، لأسباب كثيرة منعرفها ويمكن حكي عنها رئيس الحكومة، ولا النظام له مصلحة بإعادة اللاجئين من دون قبض ثمن سياسي، فأين المفر؟ هذا الملف بات ميداناً رحباً لاستجلاب الأموال الدولارات لبل الرشا خلافاً لكل الأطر الدستورية والقانونية. مقابل ماذا؟ مقابل استباحة الوطن وأهله الذين لن ينالوا فلساً واحداً من الأموال الأوروبية ولا غيرها، ولنا في هدر أموال حقوق الصحب الخاصة دون ما حسيب أو رقيب خير مثال على ذلك. أعود لأذكر بضرورة انتخاب رئيس بشكل سريع وفوري، لأنه إذا بدنا نعالج جدياً هذه الأزمة هذا هو المدخل. شكراً.